كشف الاتحاد العماني للهوكي في مؤتمر صحفي مساء أمس عن تفاصيل بطولة عمان الدولية للنساء وبطولة الخليج للرجال وبطولة المدارس للهوكي، والتي ستقام خلال الفترة من 7 حتى 9 من شهر نوفمبر المقبل على ملعب هوكي عمان بولاية العامرات. طبعا هذه ما أول سنة، ولكن هي تعاقب خبرات سابقة وتعاقب بطولات سابقة، واليوم نرى هذه الثمار، وإن شاء الله يكون القادم أفضل ويكون القادم مثل ما نقول متطور، خاصة في لعبة الهوكي. وتأتي هذه البطولات تزامنا مع استضافة سلطنة عمان لاجتماعات كونغرس الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهوكي بحضور أكثر من 500 شخصية رياضية عالمية يمثلون 141 دولة، مما يضفي على الحدث طابعا عالميا مميزا. طبعا في هذه الأيام راح يكون هناك بطولة ثالثة، اللي هي بطولة للمدارس، وكانت هذه البطولة تقام مع بطولة مهرجان الخليج. فهذه النسخة راح تختلف بمشاركة مدارس عمانية مع المدارس من الجاليات الهندية. 8 فرق من مختلف الفئات والجنسيات ستتنافس على الظفر بلقب البطولات الثلاث، بعد أن وزعت الفرق المشاركة في كل بطولة على مجموعتين. نرحب بالجميع في 3 أيام للبطولة، ونحن سعيدون، وهذا هو الوقت لنكون جزءا من الحدث واجتماعات الكونغرس التي ستقام هنا في مسقط. تنظيم هذه البطولات في سلطنة عمان تفتح آفاقا جديدة لتعزيز مكانتها في عالم الرياضة، كما تسهم في تطوير رياضة الهوكي محليا وتقوية الروابط الرياضية الدولية، كما تدعم التوجه نحو التنمية المستدامة عبر تنظيم الفعاليات الرياضية.